حقيقة تيار الصدري كفاعل سياسي وطرف من أطراف تشكيل العملية السياسية، لا تستغني العملية السياسية عن لاعب وتيار قوي مثل السيد الصدر. نعم. هذه نقطة رأس سطر. دوره الآن في المعارضة ربما دور كبير، يعني يراقب ويقوم ويتربص بهذه الحكومة إذا ما أخطأت، لكن أتوقع يعني له عودة قاب قوسين أو أدنى. نعم. طيب، المصادر تقول أيضا أو نجل السيستاني أبلغ الصدر ضرورة تصحيح مسار العملية السياسية في العراق، يعني فما موقف الإطار من هذا؟ سيدتي العزيزة، الإطار هو الآن هو الذي شكل الحكومة، لديه تحديات كبيرة، تحديات محلية وتحديات إقليمية بل وحتى تحديات دولية. العملية السياسية، إذا تكلمنا عن العملية السياسية برمتها، تحتاج إلى تقويمات كبيرة ربما لسنوات طويلة. أما إذا تكلمنا عن حلول ترقيعية وحلول تطمينية، فأعتقد يعني حكومة الإطار ترقع ويعني تستنبط وتقدم حلول ترقيعية. أما بشكل مجمل للعراق، الحقيقة يحتاج رؤية استراتيجية، يحتاج إصلاحات حقيقية، يحتاج تعديلات للدستور، يحتاج تأهيل كبير للعراق حتى يستعيد دوره الريادي في المنطقة.